عريضة. حقيقة كان عندنا لقاء كنقابة وطنية لأطباء القطاع الحر مع السيد وزير الصحة، كان اجتمع مع نقابات أخرى، وكان عندنا يعني واحد الحوار اللي كان مسؤول. السيد وزير الصحة أعطانا يعني الخطوط العريضة ديال القانون الإطار 0622 متعلق بالمنظومة الصحية على الصعيد الوطني. كتعرفوا هذا المشروع الكبير هو مشروع جد معقد، للإنجاح دياله أولا يجب يكون عندنا واحد تصور واضح بالنسبة للمنظومة الصحية. هذا التصور يرتكز أولا على الموارد البشرية، الكل كيعرف أنه هناك خصص كبير ديال الموارد البشرية على الصعيد الوطني، لا بالنسبة للقطاع الخاص ولا بالنسبة للقطاع العمومي. الوقت اللي كنعرفوا أن عدد الأطباء على الصعيد الوطني ما كيتجاوزش شي 28 ألف طبيب، لا بالنسبة للأطباء اللي كيشتغلوا في القطاع العمومي وكذلك في القطاع الخاص، والخاصة تحددوا تقريبا في 32 ألف طبيب إضافي اللي خصها تكون هنا 2030. المنظومة الصحية باش تنجح خصها واحد مجموعة ديال الأمور، أولا خاص واحد النوع ديال الحكمة الجيدة لا بالنسبة للقطاع العمومي ولا بالنسبة للقطاع الخاص. هذه الحكمة كتجلى من خلال خلق واحد السلطة عليا اللي كنسموها لاوت اوتوريتي دو لا ريفورم انتغري دو لا سونتي، واحد المؤسسه اللي ربما هي اللي غادي تشرف اولا على كيفيه الخدمات الصحيه لي بريستاسيون دو سوان لا على الصعيد العمومي وكذلك على الصعيد القطاع الخاص، وكذلك سوف تراقب يعني صناديق ديال التدبير التغطيه الصحيه من خلال لانام لاجونس ناسيونال أسيرونس مالاتي. حنا كقطاع خاص مستعدين كل استعداد من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، هذا الورش ديال التغطية الصحية. وكتعرفوا أن المشكل اللي كان هو مشكل ديال التمويل، والتمويل ربما أنه الحكومة هيئات واحد الورش من أجل تمويل هذا المشروع. نعم دكتور بن بوجيدة، الحديث بلغة الأمنيات لا يخفي حقيقة وجود مجموعة من دعني أسميها صعوبات على الأقل في سبيل التنزيل. عند تشخيصكم للوضع ما هي أهم هذه الصعوبات باختصار دكتور؟ كما قلت لكم سيدي أنه المشروع ليس بسهل، لأنه هناك مجموعة من القطاعات اللي هي متشابكة وداخلة في المشروع، منها وزارة الفلاحة، منها وزارة الصناعة التقليدية، وزارة السياحة، منها زيارة الأجرة، منها غير المأجورين إلى غير ذلك. وهادشي كله يعني خاص تبذير الجهود بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كيشرف على جمع المساهمات من هادو كلهم، وبالتالي خاصو يحط واحد استراتيجية واضحة فيما يخص تدبير هذا الصندوق الكبير اللي غادي يدبر يعني تقريبا 36 مليون، إضافة إلى لاكنوبس اللي هي خاصة بالموظفين ديال الدولة. حنا كقطاع خاص نحن مجندين لإنجاح هذا المشروع. أولا نادينا ما يسمى بالمسار العلاج. مسار العلاج ما معناه أنه المريض ملي كيجي خصو يدوز من واحد المسار، إما الطب العام ولا إن كونسلتاسيون بريليمينير ولا لي سوان دو سونتي بريمير بالنسبة للقطاع العمومي. علاش؟ باش كيكون أولا التشخيص مبكر بالنسبة للأمراض، ثانيا تيكون التوجيه ديالو فيما يخص المراكز الاستشفائية إلى غير ذلك، تيكون واحد التوجيه يعني مبني على مسائل علمية مسائل طبية، باش أولا كيربح الوقت في التشخيص، ثانيا كنوفروا واحد المجموعة ديال المصاريف اللي غير أساسية، وبالتالي كنساهموا مباشرة يعني في التوازن المالي ديال الصناديق ديال التغطية الصحية. ثانيا هناك سياسة دوائية، وكل كيعرف أنه سياسة دوائية هي جد مهمة بالنسبة لنا حنا. علاش؟ لأنه الأدوية هناك أدوية جانسة، وبالتالي الوصفات الطبية اللي كيمكننا نكتبوا كأطباء سواء في القطاع العمومي ولا القطاع الخاص كيمكن لها تكون وصفات اللي كيمكننا نكتبوا أدوية جانسة، وبالتالي اللي هي عندها نفس الفعالية بالنسبة للأدوية الأصلية، وبالتالي كنكون ساهمنا بصفة مباشرة لتوازن صناديق ديال التغطية الصحية. ثالثا يجب تطوير واحد المجموعة ديال الشراكات، لأن كتعرفوا أنه الآن خاص خريطة صحية وطنية وخاص خرائط صحية جهوية، لأن كل جهة عندها يعني مشاكل خاصة. لأن الوقت اللي كنعرفوا أن جل الاستثمارات في هذا المجال ديال الصحة هما متمركزين في المدن الكبرى، يعني الرباط، الدار البيضاء، إلى غير ذلك. نادينا على أساس باش يكون واحد ديمقراطية مجالية، واحد توزيع يكون عادل بالنسبة لجميع جهات ديال المملكة، من أجل يعني الاستفادة من التغطية الصحية وحتى الخدمات الصحية تكون يعني واحد ليكيتي، واحد يعني عدالة. تكون يعني عدالة مجالية في هذا المجال، باش جميع يعني المواطنين يستفادوا من الخدمة.